السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. نبدأ فيديو النهاردة بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحلويات والجاتوهات دي يا ندى، انت كنت مطلعة اتنين بس يا ندى، كنت مطلعة اتنين بس يا ندى. صراحة لما طلعت اجيب الاتنين دول طبعا جبتهم بالليل، لقيت بطين تاني ناقرين كده، سبتهم قلت الصبح بدري هطلع لهم يمكن الاقي البطين. طبعا لقيت هو دوت بس اللي خرج الصبح بدري، اهو ده لسه مخرج من ساعة كده، حتى لو تلاحظوا على ريشه كده ان هو لسه عرقه ما نشفش قوي، اهو بص يعني واضح جدا فيه. ده لسه طالع من ساعة، لسه انا طالعة جايباه، وده جبته الصبح بدري، طلعت الصبح بدري الساعة 7 كده لقيته مخرج تحتها كده ما شاء الله اللهم بارك. طبعا عملت ايه يا ندى، اول ما استقبلتهم انا طبعا حطيتهم في كرتونة معانا كده ومشغلة لهم، بصوا دفاية هنا اهيت قديمة عندي، مشغلها لهم في وش الكرتونه كده على طول. حطيت لهم حبه علف ناعمين، حطيت لهم عودين برسيم طبعا من امبارح بالليل سابوهم لما نشفوا كده، مش عايزين يقربوا منهم لان هو لسه ده، هو اصلا لو هسيبه يحتضن تحت الام فهو بيقعد 24 ساعه لما عرقه ينشف ويبدا يخرج بقى من المكان ويبدا يتفحص وياخد ودي في المكان كده يبدا ياكل بقى. طبعا الميه انا جبت حاجه صغننه كده حلقها ضيق لان الوز طبعا بيداول الدنيا جدا بالميه، وبرضه خفت عشان ما يغرقوش، مش هحط حاجه عشان ما يدهولوش الدنيا لان هم في شقتي تحت يعني وفي كرتونه زي ما انتم شايفين كده. فجبت لهم البتاع الصغنن ده حلو قوي، وحطيت لهم في الميه معلقه عسل اسود. انا امبارح بالليل لما نزلت الاثنين دمت ما حطيتش اي حاجه لان طبعا هم عايزين دفى بس، فاول يوم كده في اول 24 ساعه عايزين دفى بس، ولا اكل ولا شرب ما شاء الله اللهم بارك. بصوا حلويات وجاتوهات ما شاء الله اللهم بارك، ايه الحلويات دي، ايه الحلويات. بص انا عايزه اقول لكم الواحد فرحان جدا جدا جدا. طب انت يا ندى الناس اللي داخله جديده على القناه، المفروض يا ندى ان انت تسيبهم تحت الوز تعلمهم الاكل والشرب وتسيبهم مع حتى معايا اسبوع كده ولا حاجه. انا عايزه اقول لكم الناس اللي داخله جديد ومش يعني ايه مش متابعه ندى من الاول، ان انا كنت عملت خطا كده ان انا كان الوزتين بيبيضوا والنتايه عندي، انا قلت يعني اول مره في حياتي وازاي تبيض عندي اربع بيضات بس، بيضت الاربع بيضات ورقدت عليهم، وانا قلت احط البيض التاني عليها على اساس ان هي لسه هتكمل بيض والتانيه تكمل بيض وواحده ترقد عليهم، فللاسف هي بيضت الاربعه ورقدت، وكنت انا بقى خلاص بشيل البيض احطه تحتيها، اشيل البيض بتاع التانيه احطه تحتها. فانا لو سبت لها دول تحتها كده هيخرجوا طبعا من الطوق اللي انا حطه لها، وهي هتبدا تقلق عليهم وهتقوم من على البيض وهتمشي ورا عيالها وهتبوظ باقي البيض. فده السبب اللي انا بيخليني اي حاجه تخرج كده اطلع اجيبها فورا ما شاء الله لحد ما تخلص بس اخر بيضه كده. ولو في عين من السلاكه عندي لحقت افضيها على اخر بيضه ان شاء الله هحطهم فيها، احط الوز بتاعي فيها كده مع نفسه واخلي النتايه مع النتايتين التانيين والذكر عشان تلحق تعبي بيض تاني. ولو لسه ما لقيناش مكان فاضي عندنا في السلاكه ممكن اسيبهم، ممكن اسيبهم ايه احطهم لها يقعدوا معايا اسبوع كده ولا حاجه. بس شايفين ما شاء الله، بصوا العسليات، بصوا العسليات، بصوا ده لسه خارج من البيضه ما فيش ساعه، ده لسه خارج من البيضه ما فيش ساعه ما شاء الله اللهم بارك. بس انا ملاحظه ان الاثنين اللي خرجوا الاول ما شاء الله، بصوا بصوا في فرق جدا، اللي يشوفهم يقول الله اكبر الله اكبر عمر اسبوع ما شاء الله، يعني كان بيتباع في سوق الزاويه الحجم دوت عمر اسبوع اهو ما شاء الله. الحلويات دي، الحلويات والجاتوهات دي، الحلويات والجاتوهات دي ما شاء الله. طبعا انا فرحانه بيهم جدا 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 لان بقالي فتره كبيره جدا ما فيش اي حاجه صغننه خضرة كده خرجت معانا على السطح ما شاء الله. انا عايزاكم طبعا كل الناس اللي داخله جديده على القناه تخش تشترك، لان بصوا الفيديوهات اللي جايه كلها ضرب نار بقى، ضرب نار ووز وجاتوهات وحلويات وزغاريط وفرح ومزمار وطبل، بصوا وهيصه وزيطه عند ام فاروق. انا مش قادره اقول لكم ان انا فرحانه بيهم جدا جدا جدا. يعني بصوا انت بتعد ليه طيب؟ عايز تعد؟ عايز تعد؟ اي 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 يا ابن اللذينة، طب بيعد بجد؟ اي طب ليه طيب؟ ليه يا بابا ليه؟ اي طب انت بتعد ليه طيب؟ بتعد ليه؟ تاخد حبة علف؟ انا عايزه اجيب لهم طبق ولا حاجة احط لهم فيه العلف اهو. يلا يا اختي اسم الله كده، يا اختي اسم الله، يا اختي اسم الله والحارس الله ما شاء الله. بسم الله اللهم بارك، بسم الله. بصوا ما شاء الله حجم اتنين واتنين،
طبعا انا هفضل، هي طبعا هتطلع لنا كتكوت كل يوم، لان انا بسلامتي وبنصحتي كده كانت البيضه اللي بتتبض النهارده احطها لها في نفس اليوم، وهي راقده طبعا. كان بيبقى في فرق كده، الوز بيبيض يوم ويوم، كان بيبقى في فرق كده يوم في البيض، فهي كانت بتقعد تدفي التانيين. فطبعا هفضل مولياها بقى الاسبوع دوت ان شاء الله، هي راقده فوق تحت السبع بيضات بتوع النتايه التانيه، ربنا يكرمنا كده منهم ان شاء الله، وتفضل راقده عليهم اللهم امين يا رب كده لحد اخر بيضه. بص انت عايز تعمل ايه بقى، انت عايز تعمل ايه، انت عايز تطلع، تعال تعال اهو يا عم، طلعت اهو، طلعتك اهو، عايز ايه بقى؟ ده انتوا بصوا، انتوا تأمروا كده، انتوا تأمروا كده، ده انا منزله لكم العيال في الشارع، انا منزله العيال الكبيره تحت في الشارع ومقعدكم انتوا في الشقه، يعني انتوا بصوا تأمروا ما شاء الله. تعال تعال، بسم الله اللهم بارك، بسم الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انت تؤمر يا باشا، انت تؤمر، خرجت اتفسحت شويه، يلا خش بقى، يلا بسم الله، بسم الله يا اختي، اسم الله كده يا اختي، اسم الله. انا عايزه اقول لكم ان انا بصوا ما كنتش عايزه اقوم من جنبهم بالليل، الاثنين اللي نزلتهم انا، وحياه ربنا وحياه ربنا انا نمت جنبهم في الصاله، بنتي اللي جت صحتني الفجر قالت لي يا ماما خلاص قومي بقى، يا ماما قومي نامي جوه. قلت لها بصي يا نور، ما الفرحه مش سايعاني، انا فرحتي النهارده كبيره جدا جدا جدا، عايزاكم بقى تفرحونا اكتر بقى باللايكات بتاعتكم كده ما شاء الله. بصوا بصوا ازاي، بس كلهم اتبسطوا ازاي ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله. طبعا احنا كده ايه، خلصنا بدأنا الروتين النهارده من الحلويات والجاتوهات ديت، هنفصل بقى معاكم دلوقتي وهنطلع نكمل الروتين على السطح كده، عشان صراحة انا لما طلعت فطرتهم الصبح، لما طلعت اجيب البتاع الوز دوت، صراحة في خبر كده مش كويس، بس خلينا نطلع فوق بقى، يعني خليها واحدة، ده خبرين كمان، يعني في خبرين كده مش كويسين، بس انا سايبه لكم كل حاجة زي ما هي فوق، عشان انتوا عارفين طبعا ان انتوا اخواتي في الله وبحبكم جدا جدا، وما بحبش افوت عنكم اي حاجة. هنسمي الله كده، هنسيب دول. طبعا انا عايزة اقول لكم ان انا برضو جايبة كرتونة كده اهي، بفضل ايه يعني ايه سايبة بس تهوية كده وحطها دي كده اهي ما شاء الله. يلا نسمي الله ونبتدي الروتين بقى على السطح. بسم الله اللهم بارك. طبعا لما طلعت فطرتهم الصبح، فتحت على الارانب وفتحت على الفراخ ديت برضو، سيبتها معاهم. هتقولي لي ليه يا ندى، هيبردوا ومش هيبردوا؟ عايزه اقول لكم ان انا مدفياهم جوه، منظفه لهم العشه ومظبطه لهم الدنيا كده. انا بصوا كنت بخش العشه احط لهم الاكل سرقه، انا كنت بخش بسرعه احدف نفسي جوه العشه كده عشان ما فيش حاجه تطلع وتبرد، وبالتالي كنت بطلع الاقي حاجات ميته منه. طب ما هم بقوا حلوين يا ندى، وما فيش حاجه بقى تسقط منك، لا اهو تعالوا شوفوا بقى عشان بس ايه تشوفوا اللي اختكم فيه. بصوا بصوا عشان تشوفوا اللي اختكم فيه، الواحد بصوا تعبت جدا جدا، قلت هبص اتكال على الله بقى، توكل على الله وحده، قلت هسيبهم. طبعا هبيتهم بالليل الليل بس في العشه كده، يعني ممكن دلوقتي هدخلهم احط لهم يتغدوا كده، وهسيبهم بقى ايه لحد تاني يوم في العشه، وافتح اللمبه لانه خلاص احنا اخر النهار والشمس تقريبا راحت، تمام في الشمس، فعشان الجو ما يبداش يسقع عليهم قوي هدخلهم بالليل في العشه، وطول النهار يفضلوا مع باقي الطيور بره، لانه بصوا ده انا بصوا هما بردوا، هما بردوا والبرد كان عندهم من الاول، فانا بصوا لازم اخليهم ياخدوا بقى ايه على جو السطح كده. فخليهم ياخدوا على جو السطح، وانا ورزقي بقى لو ليا نصيب فيهم ورزقي فيهم ماشي، ملناش بقى اكننا ما جبناش علف ولا صرفنا عليهم ولا تعبنا عليهم ولا اكننا جبناهم فوق. والوز طبعا طلعت وقلت طول النهار ياكل ويشرب كده مع باقي الطيور بره، وهدخله برضو دلوقتي اخر النهار وجبه مخصصه ليهم كده، هتتحط لهم جوه في الاوضه لوحدهم يبيتوا فيها ما شاء الله اللهم بارك. ده طبعا السبب اللي هو الاولاني اللي مش مبسوطه بيه بصراحه، ان الفرخه ماتت. طبعا تاني سبب يا ندى، انا الصبح وانا بفطر دول كده حمامه طلعت وطارت،
حمامة طلعت من العشة وطارت. بسم الله. بس احنا كنا جايبين حمامتين شبه دي كده، التانية طارت، التانية اللي هي اخت دي كده الصبح يا دوبك الباب اتفتح ومقصوصة، بس بصوا طارت من على الارض للعشة، جيت امسكها راحت طايرة من على العشة بقى للسور على طول وطارت. نزلت دورت عليها تحت ما لقيتهاش، هي اخت دي كده بالظبط اللي طارت عندنا. بسم الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. طبعا وفي خبر تاني برضو انا مش عارفة هو حلو ولا وحش بقى، ان في نتاية تاني باضت، في نتاية تاني باضت بيضة هيت. بصوا في بيضة تاني هنا ايه، فالواحد محتار صراحة. وتقريبا كده يعني من غير ذكر، هو كده كانوا ثلاث نتايات اللي جايبينهم كده. بصوا ما شاء الله دول جوه اهو، دول مع بعض اهو، ذكر والتاي تمام كده تمام. طبعا النتاية اللي هنا دول نتايتين اهو، دول نتايتين، ده الذكر اللي احنا كنا جايبينه، دي النتايه واللي وراها الذكر اللي احنا كنا شارينه، هما كده دول مع بعض اهو كده، في نتايتين ادي نتايه وادي النتايه اللي جوه. طبعا في نتايتين من غير ذكر، فمش عارفين بقى هي بتاع مين. طبعا مش هنقدر نعمل اي حاجه غير ان احنا هنسيبها لها مكانها هنا، وهحجز بقى اللابتوب برضو هنا كده وهحط لها حبه قش. الناس اللي بتقول لي شيل البيض من الارض، هي معقوله ترقد في وسط الاوضه كده؟ هي اصلا كده كده مرقدتش زي ما انتم شايفين كده، مرقدتش هي، والبيض كده زي ما انتم شايفينه معانا من خلال الفيديوهات، فاحنا هنجرب حظنا. اصلا البيض بتاع الحمام لما تبيض البيضه مكانها استحاله اوعي تغيري المكان، حط لها شويه قش ودرقي عليه كده باي قالب طوب ولا حاجه زي ما انا عامله، بس ما تغيروش المكان، لان لو غيرت مكانه مش هترقد. فاحنا كده ايه، ده الخبر برضو التاني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الزغاليل اهي ما شاء الله، بسم الله بسم الله ما شاء الله. الله اللهم بارك. بصوا ده اللي هيطلع زي النتاية السوداء، بصوا بريش في رجليه اهو ما شاء الله. انا بحب انا الحمام اللي هو بريش في رجله ده، بيبقى شكله حلو قوي اهو، شايفين ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله بسم الله ما شاء الله. خليك مكانك جوه، خليهم هنا، هظبط لها المكان هنا وحطيت قش. تعالوا بقى ايه نطمن على الحلويات والفاكهات بتاعتنا، الارانب. تعالوا نطمن على الارانب. طبعا النتاية طارت الصبح ما لقيتهاش، ما لقيتهاش، قلبت عليها الدنيا ما لقيتهاش. بسم الله طبعا الصبح لقيت ارنبتين في الارض من الارانب الصغننة، فشكلهم هيبدأوا يتشاقوا وهيبردوا كده. بسم الله هي صغنن انت ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله بسم الله ما شاء الله. طب انتوا شبعانين يعني؟ ماشي ناموا، طيب ناموا ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله. طبعا تعالوا نبص بصة كده على الوزة بتاعتنا، شوفها رادة على البيض ولا لا. انا من ساعة ما بقيت اسحب الوزة الصغنن منها وانا بقلق جدا، كل شوية اطلع اطل طلتي كده عليها عشان قلقانة لا تسيب البيض وما تروتش.
يعني ما شاء الله. طبعا النهارده مفيش اي حاجه كسره في البيض ولا حاجه، مفيش حاجه هتخرج تاني النهارده. بكره بقى ابدا اشوف البيض ونبحث مع بعض تاني البيض. بسم الله. حبايب قلبي انا دخلت كل حاجه لوحدها، بس الفراخ بتاعتي ديت هحط لها، انا جايبه لها الليمون ده، بصوا الموسم بتاعه بقى الليمون ده، بصوا 3 كيلو ب10، بصوا سارح في الشارع كده مش لاقي اللي ياخده، وحلو جدا. انا قلت اعصر لهم واحده كده كامله، مش هنحط بقى ولا يود ولا رافع مناعه. يلا هنسيب بس حبه صغننين فيها كده، نحطهم للفراخ اللي في السلاك. بقى في ميه كتير قوي، بس هسيب النص الليمونه ده هنا كده. والخلطه بتاعتي عيش وردة وتشيشه، واحط لهم برده برسيم وبطاطا، ودخلت كل حاجه مكانها. انا حطيت لهم البطاطا والبرسيم، وادي الميه ام ليمون. هنحط لهم بقى الخلطه التانيه، شغلت لهم اللمبة ودخلناهم في قلب العشة كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يسترها بقى على الباقيين. ربنا يبصوا الواحد، خلاص انا عارفه ان هم هيصفصفوا كلهم كده ومش هناخد منهم حاجه، اللي مكتوب له حاجه هيشوفها، ولا هنتعب نفسنا تاني، ولا تعالي نصفي عين، ولا تعالي نزقهم بالسرنجه في بقهم. لا، الواحد صراحه تعب جدا جدا ونفسه وقفت من الحاجه. ده ما شاء الله، دول هقفل عليهم. بسم الله، ناخد برضو حبة كده على حبة من البرسيم والبطاطا، برضو هنروح نحطهم للفراخ البياضة. كله النهاردة بقى هياكل من الخلطة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. بس كده ما شاء الله، اجيب لهم الميه عشان اقفل عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، اللهم بارك. هنقفل عليهم بقى عشان نكمل بقى الروتين. تعالوا بقى نحط للوز. الوز انا دخلته برضو في الاوضه الثانيه دي لوحده. بصوا كسرت لهم كده كام رغيف عيش اهو، ندخلها لهم. بسم الله، اللهم بارك، ما شاء الله. بسم الله بقى، نفتح على السمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم
اللي كنا حاطينها خلصت كده، هنشيل ده ملوش لازمه كده. بصوا اللي عنده الروشه اهو، ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا بص عصرت لهم عصرة ليمونة صغننة خالص في السقايتين، عصرة صغننة خالص يعني عشان مش عارفة هيبقى حلو ليهم ولا لا. ما شاء الله برضو دي كالعادة هناك ايه، هي كانت بتاكل دلوقتي بس ما بتاكلش زي الاول يعني، برضو بتفضل واقفة على جنب كده. الناس اللي بتقول لي داخلة على روشة يا جماعة لا ما تقلقوش يعني، انا يعني اتصلت بكذا دكتور مش دكتور واحد بس كمان، قال لي لا يا ام نور ما تقلقيش الروشة بتاعت السمان ما بتقلقش يعني، ما تخافيش مش هتعدي بقى السمان، بس هو لو كبر شوية انا كنت دبحته وريحت دماغي، بس زي ما انتوا شايفين اهو صغير جدا ضعيف. بصوا مش هيدبحه مش هيلا في حاجه لسه اهو، برضه خليه شكله حلو شويه وابقى ادبحه ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. نجيب لهم الميه بقى ونعصر برضو الليمون حلو كده فيها، هو نص الليمونه مش مليان قوي، اعصره كله فيها في السقايه، هملى السقايه زي ما هملاها ربعها او نصها واعصر بقى الليمونه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 خليكم جوه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله اللهم بارك. هنقفل عليهم بسم الله كده. طبعا عندنا ده كربط كده انا شايلاه لوحده عشان في جرح من ورا كده بيقعدوا ينقروا فيه وياكلوه كان هيموتوه، فهنحط له حبه كده من الاكل اهو. فرح فين؟ تعالى ما انا هحط لك ده، تعالى يلا. لا ما هو ده هو اللي قدامك والله اهو، افضل انا مستنيه سعادتك بقى كده اما تخلص. هنقفل عليه وهحط بقى باقي الخلطه اللي موجوده كلها كله على بعض كده، وهفتح للطيور بتاعتي. ردة وتشيشة وعيش وبرسيم وبطاطا نوزعها كده. حتى نحط لهم هنا عادي كده. انا طبعا حطيت برسيم للارانب وقفلت عليها، بس البرسيم اللي حطيته للارانب عشان كده قفلت عليها برسيم بايت. هفتح الباب على الوز كده وهفتح بقى الباب للطيور. بسم الله
الارانب بيقول انت ناسيانا، مش ناسياكم والله. هناخد لهم رغيفين عيش كده ناشفين، نرميهم للارانب. بسم الله، خدوا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نبص على الحمام بالمرة ونختم الفيديو بقى من عند الحمام. بسم الله بسم الله ما شاء الله. طبعا حطيت له الكلفة وحطيت له المية، وهنا حطيت حبة قش كده وحطيت البيضة، يعني لعل وعسى البيض يكون فيه كسر، يعني نعمل اللي علينا. وبعد ما ترقد كده 3-4 أيام نبدأ نفحصه، لو نتايه بيضة من غير ذكر فعادي نشيل البيض عادي ما فيش مشكلة. ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله. انت مصممة مصممة تطلع برا؟ بسم الله اللهم بارك. بسم الله حبايبي، انتظروني بكره في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.